السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا معنا في هذه الحصة هذه. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غنشوفوا تتمة ديال الدرس ديالنا ديال الكالكول الانتجرال. دونك وصلنا ليكزامبل 13. الوغ شوفوا معايا هذا ليكزامبل هذا. دونك عندنا انتجرال من 0 ل 1 ديال اكس بلس 3 على اكس بلس 1. دونك عندنا كسر. دونك في هذا الكسر هذا أول بروبريتي اللي ممكن تفكروا فيها كيف ما كنقول لكم دائما وتشوفوا القاعده ديال اف بريم على اف واش خدامه ولا ما خداماش، حيت هاد الكالكول دانتيغرال اللي خصكم تعرفوا ما كايناش ميثود باغ اكزومبل كتشد كتلقى تحسب ديريكتومون، يعني كتشوفوا دائما هاد القواعد واش خدامين واش لا ونشيرشيو دي تكنيك. هنا في المثال هذا 13 بالضبط عندنا اون تكنيك اللي خصنا نعرفوها كيفاش نديرو نحسبوا هاد الانتيغرال هذا. القواعد بافوا كيكونوا ما كافينش، كنديروا لي تكنيك ومن بين لي تكنيك مثلا هاد ليكزومبل 13 احنا شنو نشوفوا شنو غادي نديرو. اذا انا فاش كيكون عندنا اكس بلس 3 على اكس بلس 1 فاش كتشوف ديريفي دي اكس بلس 1 تحاول تشوف واش هاد القاعده خدامه ولا ما خداماش ديال اف بريم على اف. الا بغيتي ديريفي المقام ديريفي دي اكس بلس 1 غتلقاه هو واحد. البسط لا، دونك البسط ما عندناش واحد، عندنا اكس بلس 3. اذا فاش يكون عندنا شي مثال بحال هكا شنو كنحاولوا نديرو؟ كنحاولوا نبسطوا هاد الكسر ما نخليوهاش بحال هكا، ما نخليوش اكس في البسط. دونك شنو غادي نديرو؟ نزيدو نقصو مثلا او لا مهم نفككو هاد البسط. دونك باش نسامبليفيو مع اكس بلس 1 خصني نخلي هنا اكس بلس 1 فكو ديك الباص فكو هاد 3 هادي نكتبوها زائد 1 زائد 2 وهادي طبيعة الحال هادشي كامل على اكس زائد 1. شنو درت انا هنا؟ فككت هاد الباص هذا كانت اكس بلس 3 رجعتها اكس بلس 1 بلس 2 باش تبان ليا القاعدة. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي نفرق، غادي دير اكس بلس 1 على اكس بلس 1 وغادي ندير 2 على اكس بلس 1 دي دو اكس. دابا كنظن غادي نختزل اكس بلس 1 مع اكس بلس 1، شنو غادي يبقى ليا؟ انتيغرال من 0 ل 1 ديال 1 بلس 2 على اكس بلس 1 دي دو اكس. اذا شنو القاعده اللي غادي نطبق؟ البريميتيف ديال 1 باينه القاعده، يعني البريميتيف ديال ا هي ا اكس، يعني ديال 1 هي 1 اكس. اذا ديال 1 باينه اصلا ديريفي اكس كيعطينا 1، يعني غندير فقط العكس ديال ديريفي. اما بالنسبه هنا 2 سوغ اكس بلس 1 كنشوف ديريفي ديال اكس بلس 1 هو 1. دونك لي زيكزومبل احسن نبقاو عاقلين عليهم. اذا شنو غادي ندير؟ الانتيغرال من 0 ل 1 ديال 1 بلس، هنا مبين القاعده 2 وهنا اكس بلس 1 بريم على اكس بلس 1، حيت الا شتي دابا ديريفي المقام اكس بلس 1 الا ديريفيتي اكس هو 1 ديريفيتي 1 هو 0، اذا ديريفي اكس بلس 1 هو 1 وبالتالي هذه اف بريم على اف، حيت هاد جوج على اكس زائد 1 هي جوج واحد على اكس زائد 1. ودابا نديرو بريميتيف. دونك بريميتيف ديال 1 هي اكس، بريميتيف هنا 2 غتبقى حيت كاين الضرب كنديروش البريميتيف هي، كنديرو بريميتيف فقط على اف بريم على اف. اف بريم على اف بريميتيف ديالها هي لا فالور ابسولي ديال اف، دونك لا فالور ابسولي ديال ln دو اكس زائد 1 ما بين 0 و 1. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو اولا اكس بار 1، دونك عطيني 1 بلس 2 ln هنا 1 زائد 1 هي 2 ناقص نعوضو اكس ب 0 عندنا 0 بلس 2 خصني ندير الاقواس بطبيعة الحال فاش كندير ناقص في الوسط. اذا المرة الاولى عوضنا بواحد، المرة الثانية ناقص نعوضو بصفر، دونك عطينا الالان ديال صفر زائد واحد. او هنا شنو غادي تبقى لينا؟ 1 بلس 2 الالان دو 2. اما هنا الالان ديال واحد هي صفر، دونك هادشي كامل غيكون صفر وبالتالي الانتيغرال غادي نحبسو حدنا هنا. ناخد ان اوتر اكزومبل اللي كيشبه لهذا واللي نيسيسيرمون الله يرضى عليكم خصكم تفهموهم، غير هو غادي نصعبو واحد شويه، غادي نصعب تيل كو تكون لا ديكومبوزيسيون ماشي ساهله. دونك 2x باغ اكزومبل بلس 1 وهنا ناخذ 3x بلس 5 دي 2x. شوفوا هاد الانتيغرال هذا، دونك الا بغينا نحسبوا هاد الانتيغرال شنو ممكن نديرو؟ خاصنا نفككو، دونك نحاولوا نقلبوا على لا فورم كانونيك، يعني نديرو بحال الخدمه اللي درنا هنا. لاحظوا هاد الخدمه اللي درنا هنا كانت x بلس 3 على x بلس 1، في الاخر بقات لينا 1 بلس 2 سوغ اكس بلس 1، يعني ما بقات اكس فقط في المقام ما بقاتش كاينه في البسط. دونك درنا التفكيك ديال البسط، حتى هنا نفس الشيء غادي نديرو التفكيك ديال البسط، غير هو الى عقلتو في لا فورم كانونيك غندير واحد التفكيك تيدار بهذه الطريقه هذه. شوف كيفاش غندير، غنعمل المقام ب 2، عملتي المقام ب 2 غادي يبقى لك هنا اكس زائد نعملتي ب 2 ما عندكش 2 غتقسم على 2 بقات 1 سوغ 2. اما البسط كنعمل ب 3 شنو غتبقى لنا هنا؟ اكس بلس هاد 5 هادي غنكتبها في الاخر ما نسوقيش فيها بلس 5، هاد 5 كنخليها ابا. اما هنا فاش كنعمل ب 3 كيبقى لي اكس، شحال غادي نزيد؟
غادي نزيد هذا العدد اللي عندي هنا بلوس، غنزيد هذا العدد اللي عندي هنا اللي هو ان سيغ دو. بحال لا زدت شي حاجة ونقصها، بحال لا شنو زدت، بحال لا زدت 3 في 1 على جوج اللي هي 3 على جوج، اذا خاصني نقص 3 على جوج. دابا الا فيريفيتي، الا درتي الحساب ديالك ديال الباص، غتلقاه صحيح. 3 في اكس هي 3 اكس، هي هادي 3 في 1 على جوج هي 3 سيغ 2، موان 3 سيغ 2 هي 0، بلوس 5 هي هادي، والمقام هو هذا. اذا هكا كندير التفكيك باش كيجي بسهوله، التفكيك كيجينا ساهل، الفون كاروني كيجينا ساهل. اذا دابا نفككو، دونك نفرقو 3 فاكتور هادي على 2 فاكتور اكس بلس 1 سور 2، وهادو الا حسبناهم موان 3 سور 2 بلس 5 واحد المقامات، موان 3 بلس 5 في 2 هي 10، اذا غتولي لنا زائد 7 على 2. وهادي المقام ماشي مشكل، من بعد نشرو. اذا نشر هذا المقام هذا 1 سور 2 1 نشرنا، عطينا 1، جا المقام كيف ما كان في الاول. هنا عندنا اختزال، عندنا سامبليفيكاسيون، دونك شنو غادي يبقى لينا؟ الانتيغرال من 0 ل 1، وهنا يبقى لنا 3 سور 2 زائد، هنا يبقى لنا 7 سور 2، وهنا 1 على 2 اكس بلس 1. هاد 7 سور 2 ممكن نخرجها من الكسر ونكتبها بهذه الطريقه هذه. الوغ شنو غادي ندير من بعد؟ دونك تقريبا دابا بينا لا فورم، بينا الشكل ديال القاعده. اذا باينه فاش يكون عندنا كسر بحال هكا، كنفكروا في الالان، ولكن خاص يكون ديريفي ديال المقام هو اللي كاين في البسط. الا ديريفيتي 2 اكس بلس 1 غتلقاه هي 2، ولكن في البسط كاين غير واحد. اذا شنو غادي نديرو؟ نزيرو ل 1 3 سور 2 بلس، دونك ديريفي ديال 2 اكس بلس 1 هو 2، مي في البسط عندنا غير واحد. اذا شنو غادي ندير؟ هنا 7 سور 2، فاش كيكون هو 2 كنقسم عليك العدد اللي خاصني، كنقسم ونضرب، ونضرب في 2 اكس بلس 1 بريم على 2 اكس بلس 1. غير هو اللي رضى عليكم، خصكم ضروري تبقاو تفيريفيو وتشوفوا داكشي اللي درتو واش صحيح واش لا. دابا قارنوا هذا الكسر هذا معاه، 3 سيغ 2 اللي كاين هنا هي اللي كاين هنا، 7 سيغ 2 هي اللي كاين هنا. وبالنسبه للديريفي ديال البسط 2 اكس بلس 1 بريم هي 2، غتختزل مع 2 بحال ما درتي والو، وهاد 2 اكس بلس 1 اللي كاين في الكسر في المقام هذا هو هذا. اذا دابا باينه القواعد، شنو غندير؟ 3 سيغ 2 بريميتيف ديالها هي 3 سيغ 2 اكس، اون جينيرال القاعده عندنا ا بريميتيف ديالها هي ax بلس هادي 7 سور 4 حيت 2 في 2 4 و 7 في 1 7، وهادي بريميتيف ديالها هي الالان دو لا فالور ابسولي ديال المقام، الالان ديال لا فالور ابسولي 2x بلس 1. هادشي كامل ما بين 0 و 1، يعني على الاولى غادي نعوضو بواحد، عطينا 3 سور 2 بلس 7 سور 4 الالان ديال 3، المرة الثانية غنعوضو بزيرو، عطينا 3 سور 2 4 في 0 زائد 7 سور 4 فوا الان ديال 1. وانتم كتعرفوا هنا 2 في 0 هي 0 زائد 1 هي 1، والان 1 تتعرفوا انتم هو 0. اذا هذا الشيء كامل غيكون عندنا 0، 3 سور 4 في 0 هي 0، 7 سور 4 في 0 هي 0، وبالتالي هذا الانتيغرال يبقى لنا 3 سور 2 بلس 7 سور 4 الان 3. هكا غادي نكونوا حسبنا هذا الانتيغرال هذا. ناخذوا ان اوتر اكزومبل، ناخذ ان اوتر اكزامبل، ليكزامبل 15. الوغ الا خدينا هاد ليكزامبل هذا، ليكزامبل 15 اي 15، دونك غادي ناخذ مثلا بحال هذاك، غير هو غادي نصعبوه دابا شي شويه. مثلا اكس ا بليس 3 بلس 4 اكس او كاري موان 5 اكس بلس 1 على اكس بلس 3 دي 2 اكس. شنو غادي نديرو في هاد الحاله هذه؟ دونك الا كان عندنا شي فونكسيون بحال هكا، بولينوم على بولينوم، وحنا بالضبط ناخذوا هاد لي زيكزامبل بحال هادو، سيرتو نضبطو بحال هادو، فاش كيكون الدوغري ديال الفوق كبر من الدوغري ديال المقام، شنو ممكن نديرو في هاد الحاله هادي؟ التفكيك ما غايجيش ساهل، ممكن نفكرو في التفكيك كما درنا قبيله، ولكن ما غايجيش ساهل. اذا هنا شنو خاصنا نديرو؟ كاينه اون تكنيك اللي نديرو هاديك لا ديفيزيون اوكليديان، يعني نقسمو اكس ا بليس 3 بلس 4 اكس او كاري، نقسمو البسط على المقام، بلس 1 هادشي كامل غادي نقسموه على اكس بلس 3. دونك الا درنا ديريفي ديال، الا قسمنا البسط اكس ا بليس 3 بلس 4 اكس او كاري موان 5 اكس بلس 1، نقسموه على اكس بلس 3. الا قسمتي اكس ا بليس 3 سور اكس غتعطيك هي اكس او كاري. فاش كنقسمو اكس اس 3 على اكس كنقصو فقط واحد من الاس، كانت اكس اس 3 غادي تولي اكس او كاري،
اكس او كاري فوا 3 وغنرجعو نديرو العكس اكس او كاري فوا اكس هي اكس اس 3 وكنقلبو الاشاره اذا كيوليو متقابلين دائما اكس او كاري فوا اكس هي اكس اس 3 ونقلبو الاشاره هي ناقص اكس اس 3 اكس او كاري في 3 هي 3 اكس او كاري ونقلبو الاشاره موان 3 اكس او كاري نجمعو دونك هنا زيرو هذه مع هذه عطينا هي اكس او كاري زائد اكس او كاري حتى 4 اكس او كاري ناقص 3 اكس او كاري هي زائد اكس او كاري نبطو هادشي 5 اكس بلس 1 نقسمو اكس او كاري على اكس هي اكس ونديرو الضرب اكس في اكس هي اكس او كاري ونقلبو الاشارة اكس في 3 هي 3 اكس ونقلبو الاشارة ناقص 3 اكس ونحسبو هادشي هذا هو صفر وهذا هو ناقص 8 اكس وهذا هي واحد ونقسمو ناقص 8 اكس على اكس هي ناقص 8 ونديرو الضرب ناقص 8 في اكس هي ناقص 8 اكس ونقلبو الاشارة زائد 8 اكس ناقص 8 في 3 هي ناقص 24 ونقلبو الإشارة هي 24 زائد 24 هذا صفر وهذا 25 فاش كنلقى عدد كنحبس هذا هو لو غيست دونك شنو غادي يكون تتمة د الانتيغرال اي 15 شنو غادي يكون غادي يكون هو الانتيغرال من 0 ل 1 والبسط غنحاول نعملو دونك شنو كيساوي لينا البسط غادي ندير دائما فاش كنقسمو هذا هو لو ديفيدوند فاش كنقسمو ديفيدوند على لو ديفيزور يساوي كوسيون بلوس لو غاست دونك هذا شنو غادي نديرو غادي نديرو لو ديفيزور فوا كوسيون بلوس لو غاست دونك يعني غادي نكتبو ليه في الباس غادي نكتبو اكس زائد 3 غادي يولي هو اكس زائد 3 في اكس او كاري زائد اكس ناقص 8 بلوس لو غاست بلوس 25 هادشي كامل غادي نقسمو على اكس زائد 3 دي دو اكس وبالتالي هنا غادي نفرقو هاد الباس هذا صفر واحد هتولي x زائد 3 عامل x او كاري زائد x ناقص 8 هادشي كامل غادي نقسمو على x زائد 3 زائد بحال فرقت هادشي كامل على x زائد 3 25 على x زائد 3 اذا هنا مزيان هذا غادي تختزل x بلس 3 مع x بلس 3 يبقى لنا انتغرال من 0 ل 1 ديال x او كاري بلس x موان 8 بلس 25 وهنا x بلس 3 خاص يكون الديريفي ديالها الفوق دونك ديريفي x بلس 3 هو واحد اذا ماشي مشكل نكتبو بهذه الطريقه هذه حيت x بلس 3 الديريفي ديالها هو واحد يعني هاد 25 على x زائد 3 ممكن نكتبها 25 في واحد على x زائد 3 شنو غادي تولي دابا بريميتيف دونك غادي ندير بريميتيف ديال x او كاري غادي نطبق فيها هذه القاعده هذه x اس ا x او كاري بريميتيف ديالها غتولي x اس 3 نزيد واحد في الاس غتولي اس 3 ونقسم على هذا الاس نقسم على 3 x اس 1 غندير بريميتيف ديالها غتولي x او كاري ونقسم على 2 وناقص 8 غندير بريميتيف ديالها هي ناقص 8 x زائد 25 وهاد x زائد 3 على x زائد 3 x زائد 3 بريم على x زائد 3 نطبق القاعده f بريم على f اللي هي الالان ديال لا فالور ابسولي x بلس 3 هادشي كامل بين صفر وواحد دونك الحساب راكم عرفتو دابا الطريقة ديال الحساب دونك باش ما نضيعوش الوقت او ديروا هاد كملوا الحساب هذا نتوما راسكم دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.